أنا أبشر الإخوة الكرام المستقيمين، أبشرهم بحياة طيبة ليست من عندي، من عند خالق السماوات والأرض. والله أقول لكم هذه الكلمة، يكاد المؤمن يعلم الغيب. يكاد، معنى يكاد أنه لا يعلم الغيب، لكن يعلم القوانين الإلهية. إنسان اشترى مع أخته بيت ودفع كل منهما ثمن البيت مناصفة، لكن البيت لجمعية تعاونية خاصة بالمحامين، أخته هي المحامية فهو باسم الأخت، أما أخوها دفع النصف بالتمام والكمال. البيت كان ثمنه 250,000، صار حقه 18 مليون، وباسم الأخت طمعت بحكم أنها في القضاء وخبيرة ومحامية، ألزمته أن يخرج من البيت، ما خلى وسيلة. ابنه أحد إخوته، قصة طويلة، أخرجته من البيت واستولت على البيت وحدها. فقال لي الأخ، هكذا فعلت عمتي معنا، أخوها في عنده 14 ولد، 14، استأجروا مستودعات بالغوطة وتوزعوا بين الأهل، وحياة تعيسة جدا. أنا والله قلت له، الله العليم، الله عز وجل سينتقم منها أشد الانتقام، لكن متى ما بعرف. والله غابني شهر، قال لي عمتي مصابة بالسرطان، ممكن السرطان يدوم فترة طويلة. غاب شهر ثاني، قال لي والله ماتت، ممكن تلقي لنا كلمة بالتعزية؟ وذهبت إلى البيت وألقيت الكلمة. من ورث الوحيد؟ أخوها. ورث الوحيد. أخواننا الكرام، إذا الإنسان ما دخل الله بحساباته بيكون أحمق، بيكون غبي، بيكون عم يدمر ذاته بيده. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم؟ دقق، الآخرة موضوع ثاني، الآن بالدنيا، يعني زواجه، زواج هذا كزواج هذا، صحة هذا كصحة هذا، سمعة هذا كسمعة هذا، مكانة هذا كمكانة هذا، سواء محياهم في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الغباء كل الغباء، والحمق كل الحمق، والضلال كل الضلال، أن تتوهم أنه بذكائك تجمع المال على حساب حقوق الآخرين وتنجو من عذاب الله. أبداً. يكاد المؤمن يعلم الغيب، لأنه يعلم قوانين الله عز وجل. وفي هذه الدروس إن شاء الله سوف نعالج 30 قانون من قوانين القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الإخوة، الآن الآية الأصل في هذا القانون، هذه بشارة لكل مؤمن، لكل شاب. والله أعرف أحد رجال الدعوة إلى الله كان يحدثني، إلي كلما رأيت شاباً مستقيماً أقول له أبشر لا تخاف، ثق بالله عز وجل. وأنا أقول لكم أيها الشباب، المستقيم منكم فلنبشره بحياة طيبة. الآية، من عمل صالحاً، كلمة واسعة كثير. بزواجه كان صالح، في كسب ماله كان صالح، في علاقاته مع النساء كان عفيف، في حكمه إذا كان قاضي كان عدل، واسعة جداً، صالح. الطالب صالح، والمدرس صالح، والمحامي صالح، والطبيب صالح، والتاجر صالح، والمزارع صالح. وتعلم علم اليقين وبالفطرة ما إذا كنت صالحاً أو غير صالح. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، قانون،
من أداة شرط جازمة. أكثر القوانين على شكل صيغة شرط، كمن يجتهد ينجح، من عمل صالحا، من ذكر أو أنثى، بشكل مطلق في أي مكان، في أي زمان، في أي عصر، في أي مصر، من آدم إلى يوم القيامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. آية بشارة لكل شاب مؤمن يكون ما في عنده شيء، لا في بيت ولا في دخل ولا في وظيفة ولا في تجارة، ومتفتح للحياة، ما في أمل. كيف الله عز وجل بيهيئ له عمل وزوجة وبيت وحياة سعيدة؟ باستقامته فقط. مع الله عز وجل لا يفلح الذكي، يفلح المستقيم. والذكي يؤتى من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إله، هذا الوعد فوق المكان والزمان، فوق الظروف، بلاد متخلفة، بلاد متقدمة، بلاد غنية، بلاد فقيرة، ساكن بالريف، ساكن بالمدينة، دخله محدود، دخله غير محدود، موظف، تاجر، ما له علاقة. بأي مكان، بأي زمان، بأي عصر، بأي مصر، بأي ظرف، بأي بيئة، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالمقابل ومن أعرض عن ذكري، الصلاة ذكر، أعرض عن الصلاة، القرآن ذكر، أعرض عن القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأقول لكم، إذا في بالأرض أو من آدم إلى يوم القيامة إنسان واحد معرض عن ذكر الله وهو سعيد، ففي إشكال في هذا الدين. هذا كلام خالق الأكوان، يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري، ما صلى، ما ذكر، ما صام، ما حج وهو مستطيع، ما فكر يقرأ قرآن إطلاقاً، متابع المسلسلات والأفلام والسياسة والأخبار فقط، والمجلات والإنترنت والفضائيات، قرآن، حديث، سيرة، مثل عليا الصحابة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، متعبة. طيب غني يضيق القلب. دققا، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن الحياة الطيبة تعني الغنى. والله الذي لا إله إلا هو، الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف في جنة. أحياناً والله حينما تفقد حريتك لا سمح الله ولا قدر، وكنت مع الله، المكان الذي أنت فيه جنة، وبطن الحوت جنة سيدنا يونس، والغار جنة. هي السكينة، يمنحك الله السكينة، تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سأل بعضهم مفسراً، ما بال الأغنياء والملوك؟ المال بين أيديهم كثير ولا في مشكلة بالدخل إطلاقاً. قال ضيق القلب. والله في بقلب المؤمن رضا، وفي سكينة، وفي سعادة، وفي أمن، وفي تفاؤل، وفي سرور. والله لو وزع على أهل بلد لكفاهم. مؤمن بلا ميزة مستحيل. لك مليون ميزة عند الله عز وجل، مليون ميزة، تؤتى الحكمة، تؤتى الرضا، تؤتى السكينة، تؤتى السعادة، تأتي بيت أيام متواضع، قطعة من الجنة، قطعة من الجنة.
وبيت 180 مليون وفي أساسة بعشر ملايين وفي كل الأجهزة، قطعة من الجحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أيها الإخوة، راجعت مرة بالإنترنت موقع، فوجئت أكثر من 700 إنسان قمة في النجاح انتحروا. لماذا ينتحرون؟ كم هو الشقاء الذي عاشوه في داخلهم حتى دفعهم هذا الشقاء إلى أن ينتحروا؟ يلي صمم الجسر الأول بين أوروبا وآسيا في إسطنبول، وأثناء قص الشريط الحريري المهندس أحد خمس مهندسين بالعالم ألقى بنفسه بالبوسفور. ذهبوا إلى غرفته في الفندق، كتب: لقد ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعماً، أردت أن أذوق طعم الموت. ما في أشقى بالحياة من إنسان بلا هدف، ما في أشقى منه. المشكلة أيها الإخوة، هي النفس البشرية مصممة تصميم رائع، مصممة لمعرفة الله، مصممة لهدف لا نهائي. لما الإنسان يختار هدف نهائي محدود قبل أن يصل إليه سعيد، عايش بالأحلام، لكن بعد أن يصل إليه وتختم حياته، هذا بيته، هي مركبته، هي زوجته، هي أولاده، هذا دخله، كل يوم في دوام، ألف حياته، يبدأ الشقاء. ما لم يكن لك هدف كبير، ما لم تسعى لمرضاة الله، وأقسم لكم بالله أن المؤمن لا يشيخ. بالتسعين شاب، 98 كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه، يقول لشاب في الطريق: لقد كنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي. يا سيدي، ما هذه الصحة؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً. والله أقسم لكم بالله أنه إنسان مؤمن لا يشيخ أبداً، شاب حتى الموت. مو شرط بالسن، بالسن 98 صار عمره، طبعاً معه أسيد أوريك، معه التهاب مفاصل، معه 50 علة، بس نفسيته شاب، شاب بنفسيته. أيها الإخوة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحياناً في آية كريمة تقرأها: بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. ما تأويل القرآن الكريم؟ قال بعض العلماء: تأويل القرآن الكريم وقوع الوعد والوعي. فإذا الله عز وجل أكرمك بحياة طيبة فحياتك الطيبة تأويل هذه الآية، وإذا إنسان يعاني ما يعاني فمعيشة الضنك الذي يعيشها تأويل هذه الآية. فأولاً يعني الإنسان أيام يلاحظ بحياته الاجتماعية، إنسان مستقيم بجنة. حدثني أخ محسن كبير، قال لي: كنت عند أحد أرباب الأموال، قال لي: والله حجمه 4000 مليون. هو خبير، 4000 مليون. قال لي: قد ما شكى لي همومه بركت، ما فيني وقف، متضايق من البلد ومن زوجته ومن أولاده، ما في سوق قوي. قال لي: بعد ساعة جاءتني امرأة محجبة تطلب مساعدة 1000 ليرة بالشهر، ساكنة ببلدة إلى جانب دمشق. ففي جمعية هناك يعرفها، وفي عنده اجتماع في الجمعية، فبلغهم أن يتابعوا هذا الطلب، فذهبوا معه إلى البيت. قال لي: ساكنة ببيت تحت درج، تحت درج، القسم العالي غرفة والأقل علو مطبخ ثم الحمام، في فسحة صغيرة. قال لي: شعرنا شعور مو طبيعي، في بهالبيت سرور، في سعادة. قال لي: مستحيل أن يسكنه إنسان، الزوج نايم مريض، في ولدين لابسين نظاف مرتبين، البيت فيه تفاهم، فيه ود، فيه محبة، هذا البيت متواضع. فقال لهم: حنعطيكم 2000 بالشهر. قال: لا، احنا 1000 بكفي، احنا معاش زوجي بكفينا، بس لازمنا 1000 أجرة البيت. قال لي: وازنت بين 4000 مليون
يلي بركت معه بركت وبين هالبيت المتواضع. فأيام إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أقول لكم أيها الإخوة، إن لم تقل ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، ففي الإيمان خلل. أنت مع الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع المحسن، أنت مع الودود، أنت مع الشكور. فمع الله ما في شقاء، في سعادة. لذلك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يعني أحياناً بتكون الطائرة على وشك السقوط، صار فيها خلل خطير. مرة في مضيف بالطائرة من تلاميذي حدثني عن وضع الركاب، قال لي شيء مو معقول إطلاقاً، شيء يضرب نفسه، شيء ينادي بويله، شيء يبزق ثيابه، شيء يصرخ، شيء ينبطح بالأرض، شيء يقتل حاله، مو طبيعي الوضع. ولا واحد غير هيك. صورت الصحابة سيدنا سعد بن الربيع، النبي تفقده لم يجده، فأرسل أحد الصحابة ليتفقده في ساحة المعركة، رآه مع الجرحى يئن، قال له يا سعد أنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال له أنا مع الأموات، ولكن بلغ رسول الله مني السلام، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبياً عن أمته، بقمة السعادة، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. اقرأوا تاريخ الصحابة، 70 صحابي حين لقاء ربهم كانوا في أعلى درجة من السعادة. الموت تحفة المؤمن، عرس المؤمن. الأمر بين أيدينا أيها الإخوة، سعادتك بيدك. سعادتك من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والشقاء عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك دقيقة، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اتهم نفسك دائماً، في خلل، في خطأ، في كلمة قاسية، في مال غير مشروع أبطه، في موقف في كبر. حينما ترى الشيء على خلاف ما تتمنى اتهم نفسك. لذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله، واضحة. كمل واستغفر لذنبك، الأمر بيده، فإذا جاءت الأمور على خلاف ما تتمنى في ذنب، ابحث عن الذنب.